في الختام مشاهدينا الكرام، الليلة ليلة عاشوراء، يكفر الله سبحانه وتعالى السنة الماضية. أوصيكم ونفسي وأخوي علي والمتسابقين بصيام هذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين فيه. ولا يفوتني أن أذكركم بوقف الأم في مكة من الجمعية الخيرية بظلم. إحنا نروح مكة لما نشوف وقف يا علي ننبسط، نقول يا حظ اللي سواه. الآن جمعية ظلم يعني فتحت المجال أن نتشارك الأجر ونساهم جميعا، يعني لو ساهم مثلا مليون شخص، كل شخص ساهم بعشرة ريال، عندنا عشرة مليون ريال وأقمنا وقف. فلما نشوف وقف نقول يا حظ إحنا نقدر من خلال مثل هذه المبادرات التي تقوم عليها جمعيات معتمدة. شكرا لك يا سعود على تقسيمة بسيطة حسبتها للمشاهد. درس رياضيات جدا اي القسمة، والموضوع هذا جدا بسيط لما تسهل موضوع المشاهد يعرف انه لما يكون الوقف تشارك فيه جميعا يسهل علي وعليك. انت لا تبخل على نفسك لو بريال واحد في يوم عاشوراء، الله يكتب عنا عنكم الاجر ان شاء الله. تصدق بريال واحد، علف نيتك، انا ما ابغى الريال، ابغى اللي بعد الريال، ابغى الهلله هذه، حطها يا اخي لك وللزمن لك ونوهب لك ولوالديك ولابنائك ولاحفادك. يحتسب الاجر لوالديك. يحتسب الاجر ان شاء الله يا رب. فما اجمل ان بكره نصبح صائمين متصدقين. التصدق وانت جالس في بيتك الان تشوفنا، افتح تطبيق الراجحي، تروح جمعيه خيريه ظل الوقف العام، تلقى في وقف انت مو بكسبت اجر مبلغ تصدقت، لا هذا المبلغ اللي تصدقت به سوف يعود عليك بالنفع لانه يتزايد، لانه وقف بيحطونه في الوقف، الوقف هذا بعدين يصرفونه على المحتاجين. ريعه حيرجع للجمعيه أكيد. وعلى المحتاجين. انت احسنت الى نفسك والأهداف. انت تحسن الى نفسك أحسنت. وساهمت بتفريج كربه اسره، فاسال الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا الاجر، اللهم يكتب لنا الاجر لنا ولكم. شكرا لك علي.